أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتا
أنتما ولا تقربا هذه الشجرة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما من كان فيه فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني صدق الله العظيم.